معكم مجدولي نصر الله، أخصائية في التغذية الرياضية وكوتش سبورتيف، كوفاوندر ديال شركة هابي بادي اللي هي واحد من سبونسور ديال ليفينمون ديال NPC Pro Qualifier في المغرب النسخة الأولى، اي داعمة لهذا ليفينمون من النهار الأول، وداعمة المرأة المغربية اللي كتريني واللي ما كترينيش باش تولي كتريني. اي اليوم جيت باش نهضر على هذه المرأة المغربية ونمثل الصوت ديالها في هذا الحدث. بالنسبة لهذه الرياضة كل شيء تلاقيها منهم بنات منهم دراري، شنو العوائق اللي كيلقاوها البنات بالأخص؟ سؤال جدي، باسكو العوائق اللي كنلقاو حنايا النساء واللي كيلقاو نساء عامة اللي كيمارسوا هذه الرياضة ماشي غير في المغرب، مي غالبا كاع الدول العربية، سيكو المجتمع ما كيتقبلهاش، لأنه هو مجال باقي اون ايمرجونس، باقي يلاه كيديفلوبا، باقي يلاه في التطور، باقي ماشي كاع الناس تقبلوه، باقي ما عارفينش كيفاش كيطبق، باقي ما عارفينش شناهي القوانين ديالو، شنو خصو يدار شنو ما خصوش يدار. والاختلاف في العقليات حاجة ديما حاجة نورمال، كو غادي نكونوا ما عارفينش شنو خص هاد المرأة دير، ولا واش لا ما ديريش هادي ولا ديري هادي، ما كاينش قانون، ما كاينش شنو خصك دير وشنو ما خصكش دير. هذه رياضه اللي كيجمعنا فيها الحب، اللي كيجمعنا فيها لا باسيون ديال 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 نطبقوها وندير نديروها، وما كنسوقوش لهضره الناس، باسكو لو بوت انني نحس اول حاجه كدير على ود صحتك، كدير على ود الجسد ديالك، وكدير على ود الدماغ ديالك، كدير على ود الروح ديالك، كتغديها. ايه حنا اليوم باش نجيو نقولوا لكم باللي هذا الشيء بغيناه وبغينا نزيدوا القدام، بغينا نوليو هذا الشيء، بغينا يوليو فيه الناس اللي كيساهموا، اللي كيدعموا ماديا، اللي كيدعموا معنويا، اللي كيدعموا من كاع الجهات ومن كاع الجوانب، باش ما تبقاش غير رياضه غير بالفم كيف ما تنقولوا، مي يتولي مجال اللي المغرب غادي يولي عنده بوا، غيكون اللي عنده وزن ثقيل في هذا المجال، واللي نقولوا عندنا ديزاتليت، عندنا ابطال محترفين اللي كيشاركوا باسم المغرب في بلدان اخرى، علاش لا في امريكا وفي واللي هي لو بيي دو نيسونس ديال البادي بيلدينغ. نقدروا نشوفوا التظاهر الموسم المقبل؟ اكيد، وهذا هو الهدف من هذه الخطوه الاولى، لانه جايين بزاف ديال لي سوربريز ما غاديش نحرقهم لكم، ولكن هذه اول خطوه وجايين بزاف ديال الخطوات، وغادي يكونوا ان شاء الله بزاف ديال المباريات، والعام الجاي الهدف ديالنا انه تكون لا كومبيتيسيون فيها فئه ديال النساء ان شاء الله. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير للفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.